السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ مزيانين لاباس عليكم، اموركم هانيه؟ ايوا نتمنىكم بخير وعلى خير وفي احسن الاحوال. خير ما نبداو بها البنات هو الصلاه والسلام على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اليوم ان شاء الله غادي نشوفوا هاد الزواقه هذه ديال البرشمان، فهي تتجي مع الراندا وتتجي حتى مع الكابليات هكذا. انا كنخدم الكابليات وخدمتهم هكذا بالماكينه وزوقت هذه بالبرشمان، وبغيت نشارك معكم هذه الزواقه ان شاء الله. هي بحال ما كتبانش مزيان في هذا في التصوير، ولكن اللون ديالها كيف كتشوفوا البنات هو هذا، راها هذا الغوز وهذا البيستاج هذه، والشبيكه دايرها بهذا اللون كريمه. هذا غير كان عندي ملوي، هاد السقه اللي كان عندي ملوي على القصب وزدت لويت عليه هادو فاش برمتهم. وهاد البرشمان هذا البنات كيف كتعرفوا راه الاغلبيه البنات اللي كيخدموا الراندر كيفتلوا ليه الفتيل تاع الراندا، والمعلمين الرجال اللي كيخدموا البرشمان تيفتلوا ليه الفتيل بهذه الطريقه هذه، الفتيل طويل بحال كيما كيفتلوا بحال هكذا التراسن. انا فتلت له بالفتيل الطريقه اللي كيديروا المعلمين، كنخدم انا الشغل ديال المعلم، داكشي باش فتلت له الفتيل ديال المعلمين. تندير العقده بطبيعه الحال وتنخدم العقده، فهي كتبداي من الاسفل كتخلي العقده تماك وكتبداي. وهذه عندي لكم بالحق لكم واحد اخر، بقي الله درت له البرشمان، باقي ما زدتش له الشبيكه. وهذا هنا عندي الطوق، خدمت له هاد الجهه، باقي في الجهه الاخرى يلاه باديه فيها كيف كتشوفوا. صافي، وقلت ان شاء الله غادي نشاركها معاكم، فتابعوا معايا البنات وان شاء الله غادي تستافدوا. اللي ما فهمت شي حاجه طبيعه الحال تخليها لي في التعليق وان شاء الله نشرحها ليها. هانا رجعت معاكم البنات، كيف قلت لكم البنات اللي كيفتلو الفتيل تاع الراندا تخدموا الراندا، ارتي يديروا البريم تاع الراندا وتخدموا به. انا هذا درت له البريم تاع المعلم، وهاد الحرير هذا ماشي الحرير تاع القصبه، وهذا الحرير ديال الطرز الرباطي. هاد الالوان هادو كانوا عندي، والشال اللي عندي ديال هاد الجلابه فيه هاد الالوان، وما كانش عندي الحرير ديال القصبه، فلهذا درت ليه الحرير ديال الطرز الرباطي. ونزيدكم واحد الحاجه، الحرير ديال الطرز الرباطي راه كيجي زوين في البرشمان حسن من ديال القصبه، لانه ما كيتشنتفش، تيبقى هو هكذاك مع هو مبروم تيبقى مجموع ما كيتشنتفش ليك. اما الحرير ديال القصب فهو مع الخدمه تتبقاي تخدمي في الاخر ديال الخيط كتشوفيه تشنتف. صافي، تديري ليه العقيده بحال هكذا، وحال العقيده مثبته شاده راسها مزيان. والثوب عندنا هنايا راه الثوب ديال الدان، ما غاديش نخافوا من العقده تخرج. الا كان شي ثوب بحال هكذا شويه نقولوا حنايا بحال العينين ديالو واسعين، راه تخافي العقده تخرج، خصك ديري العقده غليظه على هذه. ولكن هذا الثوب ديال الدهن الشتوي ما تخافيش من العقده تخرج. وغنبداو على بركه الله. انا هنايا راه ساليت هذا، دايره مع الطوق ساليت، وكيف كتشوفوا انا دخلت ما متعجبنيش نبقى ندير في قوه العقادي بزاف، كندخلها مزيان واحد ثلاثة ولا أربعة ديال الدورات حتى لهنا. انا درت الغرزه الاولى والثانيه والثالثه، الرابعه جريت الخيط حتى لهنا وقطعت باش ما نخليش الغرزه، وفي نفس الوقت باش ما تفتحش ليا مع التصبين الجلابه. صافي، وغادي نبدا الخدمه ديالي. هانتوما كيف كتشوفوا البنات، ها هي، هو دابا الكحل شويه غادي يجي صعيب، ما غاديش يبان لنا واضح مزيان. ها البره خرجتها. صافي، ويا الخدمه ديالو راه عينك ميزانك، ما عندوش شي قياس هكذا ياها غادي تقيسي وعاد تخدمي ولا. هانتوما القياس دابا غير بالبركه، تشوفي عينك ميزانك، ما خرجتش لك هي هذيك، يمكن لك تفسخي عاود وتعاوديها، تدخلي البره وكترجعي للخلف. يعني كتهزي واحد شويه وكترجعي الخلف على الخدمة. هاد الخدمة البنات كيف ما تنديروها هكذا مع الطلاقي،
ما ديريها حتى مع الرنده، ديريها في الجنب ديال، تكون الرنده في الوسط وديريها في الجنب تاع الرنده، تجي زوينه. صافي كتمشي الخدمه بهذه الطريقه، هذه سهله. الله يرحمنا البنات بالشتاء، هاد الجو هذا تبارك الله ما خلى حد، كل شيء مهلوك بالترويحه ديال الرباطي. انا طويته على ثلاثة، عملته على ثلاثة وبرمت، وجبت الطلقه الاخرى حتى هي على ثلاثة وبرمت، وعاد جمعتهم عطوني الخيط بحال هكذا. هاد الغوز هذا جا شويه غليظ، ولكن ديك البيستاج والكريمه جاو شويه رقاقين، هما بحال بحال، درت ثلاثه وثلاثه فيهم كاملين بالحق. هذا شويه جا تيبان الخيط زوين، والاخر جا شويه رقيق. صافي تنظن البنات راه الغرزه مفهومه وباينه، كتخلي ما بين وحده وحده القياس تاع سنتيم، وانت راك تتخدمي وانت تتشوفي عينك ميزانك. كيف قلت لكم راه الخدمه ديالو سهله ماشي صعيبه. والحرير اللي تيكون مبروم البنات راه تيجي زوين حسن من داك اللي مفسوخ، واخا الا برمتوه بيدكم بحال الشكل ديال البريم ديال الرنده، من الاحسن تفتلوه مزيان، ما تخليوش مفسوخ بحال كما تديروا الرنده. تنفضل انا تفتلوه مزيان. ونرجع معكم البنات من بعد ما بدلت المرمه، كملوا على الخدمه ديالتنا هذا الغوص. صافي تنبقاو البنات حتى نكملوا هذا الخيط، تقريبا غادي نوصل به حتى لهنا، باش تنخلي هاد شويه الفتيحه اللي هي كيلصق هنا القب، وكتبقى هاد الفتيحه اللي كتطوى ديال الجلابه، ما كنوصلش ليها انا الخدمه حتى للراس. وديك الساعه غنرجع معاكم باش نوري لكم الدور الثاني اللي غادي يكون بهاد البيستاجي هذا. ديري القياس تاع ديك الرجعه اللي تتكوني راجعه البرة، كتكوني كترجعيها هكذا اللور، كديري ديك القياس وكتخرجي البرة. فهمتي؟ صافي وتنبداو الخدمه. هذه تحاولي بيها باش تجي لك انفاس مع هذه، ها هي هذه كتجي انفاس مع هذا القنيت هذا، باش كيجي لك الزواق هو هذاك. هذه شويه بحال اللي ما جاتليش انفاس انايا مع داكشي باش بانت هذه طويله. دابا السماع قد صافي، عندي مندير صافي.
صافي البنات، وقسم شوبيه بحال هكذا، غير حاولوا ديك الشيء يجيكم متساوي قد قد. ودائما الخيط ما كتخرجيش من شي دائره ديال البرا ولا شي حاجه، تيخص الخيط دائما تلوحي ليه البرا غتخرجيها والخيط من موراها. كيف كتخدمي لهاد الجهه التحتانيه، كيف كتخدمي للجهه الفوقانيه، عاود تخلي الخيط لهنا فاش تبغي تخدمي الفوقانيه، كتخلي الخيط بعيد على البرا. عاود فاش تبغي تخدمي الجهه التحتانيه كتخدم تخلي الخيط الفوق. هذه باش هاد المساله هذه باش تبقاو مفقدين، الا دوزتي من وسط شي الدائره بحال هكا ولا ما غاديش تخرج لك الخدمه. دابا غنبداو بالخيط التحتاني نزوقو به، وغنزوق بهاد البرا كيف قلت لكم اللي هي تنخدموا بها العقاد. هذه ما كتش نتفناش الخيط، ها انتوما دابا نساليو هاد الخيط، وديك الساعه غنبدا لكم كيفاش هي. دابا البديه ديالها كتطلعي الخيط، كتطلعي البرا من هنا من التحت، وكتجي كتشدي الخيط الاولاني كتطلعيه الفوق. هيا باينه الخيط الاولاني كتطلعيه الفوق، لان هاد الخيط هذا تيخصو يكون فوق، خاصو يكون فوق هذه اللي دايره بحال العقيده هنايا، هاد اللويه تيخصو يكون فوقها. اذا هذا غنطلعوه الفوق، نخرجوا البرا. وما تزيروش البنات، الخدمه دائما ما تكونش مزيره، شويه رخي يدك، ما ترخي هاد الاكس اللي كاينه هنا. هاد الكروه غادي يجي الخيط فوقها، غادي يجي هاد الخيط هذا اللي تنزوقوا به فوقها. هاي صافي، كنجبدو حتى تنشوفو الخيط هذا ثبت لنا فوق هاد الكروه هذه. تنجيو عاوتاني هنا لتحت، من هنا من التحت للفوق، باش هاد الخيط غادي يدوز فوق هاد الكروه اللي هنا كاينه صغيره العقيده، وغادي يغطيها بحال هكا. هي اللي كتكون عندنا ديك الشبيكه، ها هي. تجي تاني من هنا هاد الكروه فين هي، تجي كتهزي الخيط اللي بقبالته، دائما ما تخلي حتى شي خيط، الخيط اللي يجي بقبالتك غير واحد كتهزي له كنتي هابطه الخيط اللي بقى لك الفوق كتهبطيه لتحت هكذا، وحين تبغي تطلعيه الفوق عاود كتجي للخيط اللي بقبالتك وكتهزيه من التحت وتطلعيه الفوق هكذا. سهله الخدمه ديالها، تنظن البنات راه الشرح ديالي واضح ومفهوم. ان شاء الله فاش نسالي الجلابه كامله انا غنصورها لكم واقفه. راه دائما اي حاجه خدمتها تنشاركها معكم وهي كامله. صافي، ما كتدخلوا لا في ثوب لا حتى في شي حاجه، غير في ديك الخدمه تاع البرشمان اللي خدمته. الخيط واحد كتطلعيه الفوق وهذا كتطلعيه لتحت، واحد تطلعي الفوق واحد كتطلعي لتحت كتهبطي لتحت. صافي، وكتمشيو بهذه الطريقه البنات حتى تساليو.
صافي البنات، كان هذا الاخر ديال الفيديو ديالي، فباقي غنزيد فيها فيديو اخر حتى كنوريها لكم. واقف على المونيكا، نتوما دائما مولفين مني الحاجه، مني كنبداها حتى كنساليها حتى نوريها لكم في الاخر واقفه مستعده للبس. وهذا اللي عجبكم البنات المحتوى، فعلوا الجرس، ديروا اشتراك وفعلوا الجرس وديروا لايك باش يطلع الفيديو ويشوفوا بزاف ديال الاخوات اللي هما باغين يتعلموا، وبارطاجيوه مع البنات اللي كيتعلموا الصنعة كيتعلموا الخياطة وبغاو دائما الجديد، بارطاجيوه. وحتى لهنا البنات كنقول لكم خليت لكم لهنا وراحة البال والرزق والتيسير، والله يسهل علينا جميعا يا ربي.